ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وجهت الفرق والمجموعات البرلمانية المغربية مراسلة رسمية لنظيرتها بدولة الجزائر حول المراسلة البائسة لبرلمان الجار الشرقي الموجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن. واستنكرت الفرق والمجموعات البرلمانية المغربية على متن مراسلتها التطاول والتدخل في الشؤون الداخلية لبلد جار. وذكرت الفرق والمجموعات البرلمانية المغربية بالروابط والنضال المشترك ضد الاستعمار، مستغربة موقف من يفترض أنهم ممثلي الشعب الجزائري بمعاداة بلد جار هو المغرب. واعتبرت المراسلة أن مراسلة البرلمان الجزائري الرئيس الأمريكي للتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو تدخل سافر في الشأن الداخلي المغربي. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.